إليكم. تحبس مخيمات لبنان أنفاسها بانتظار بت وكالة الأنروا بمصير 37 ألف طالب من مخيمات لبنان. قطب تحركات فصائل العمل الوطني واتحاد موظفي الأنروا يقودان المظاهر الاحتجاجية في المخيمات، فهل ينجحان؟ نحن موجودون في السرح الأكاديمي الأكبر لوكالة الأنروا كلية سبلين، فهل ستبقى ملاعبها وصفوفها فارغة مع بدء العام الدراسي؟ ضيفانا هذا الأسبوع أمين سر إقليم لبنان في حركة فتح حاج رفعت شناعة، أهلا وسهلا فيك. الأخ موسى النمر رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد موظفي الأنروا، أهلا وسهلا. بداية حاجنا، قد ايه بتتخيلوا انه يمكن يكون في ابعاد سياسية اكثر مما هي ضعف بالميزانية لوكالة الأنروا، وكيف تترقب مخيمات لبنان ما ستعلنه هذه الوكالة الدولية؟ يعني بداية دعيني احيي شعبنا الفلسطيني في الداخل في قطاع غزة والضفة والقدس وفي الشتات ايضا، واحيي الأسرة يعني خاصة الأسير محمد علان ابو علان. طبعا جاءت يعني هذه المحاولة الخطيرة من المجتمع الدولي ومن الجهات المانحة بما يتعلق بتقليص ووقف خدمات الأنروا، مؤامرة يعني تفرض على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية. ونحن في الواقع نعتبر أن هناك بعد سياسي لهذه القضية أكثر مما هو بعد مالي، لأن ما يتم الحديث عنه عن نقص في الموازنة يعني لا يثير الاهتمام أو التساؤل، لأن أي دولة مانحة تستطيع أن تدفع هذه المبالغ. لكن واضح جدا أن هناك مشروع خطير جدا تصفوي للقضية الفلسطينية، وقبل ذلك للأنروا كمؤسسة دولية طبعا تعتبر هي الشاهد الحي على قضية الشعب الفلسطيني ونكبته منذ العام 48 وحتى الآن. فالأنروا خلال المسيرة السابقة بعد تشكيلها بعد 48 مباشرة طبعا هي توثق كل ما يتعلق بحياة الشعب الفلسطيني كلاجئين فلسطينيين في مختلف المخيمات وفي المحطات الصعبة، وأيضا ما عاناه شعبنا الفلسطيني، وأيضا يعني هي جزء من هذا المجتمع الدولي وهي مكلفة بالتالي بموضوع اللاجئين ومتابعته رسميا من قبل الأمم المتحدة وتحديدا من قبل مجلس الأمن. لذلك نعتبر نحن اليوم يعني إثارة هذا الموضوع تحت شعار مالي لا، هو موضوع سياسي بامتياز. نعم أستاذ الكريم، رمزية سبلين وكلية سبلين سواء بالنسبة لموظفي الأنروا أو بالنسبة للشعب الفلسطيني، ماذا تعني لكم كلية سبلين وماذا يعني تأخير العام الدراسي حتى بسبلين؟ يعني أنا اللي تفضل فيه أخونا الحاج رفعت يترجم بهاي الرمزية، معهد سبلين أو كلية معهد سبلين لها رمزية وطنية، لها رمزية وطنية امتداد للعلاقة الفلسطينية اللبنانية، كون أنه هذه الأرض قدمت إلى الشعب الفلسطيني من خلال الأنروا من الشهيد المعلم كمال جنبلاط، وإلى مدلولات عديدة ليس فقط صرح علمي، إنما هو لأجيال من القضية ومن رحم القضية له عمله في السوق المحلي وله تأثيراته بالاجتماعية الاقتصادية وأيضا على رأسها الشيء الوطني. هذا المعهد عندما يتعرض لأي مؤامرات، وهنالك أكثر من مؤامرة تعرض لها المركز، وكان يعوض ويسند هذا المركز الشهيد الرمز القائد ياسر عرفات، وأسمى هذا المعهد في لحظة من لحظات حياتنا معهد الشهيد كمال جنبلاط بما يعنيه من العلاقة الرمزية. حتى لا أدخل على السياسي، أنا فقط أدخل بالرمزيات لأنه أستاذنا بالسياسي موجود، لكن لابد من هذه الإشارات. هنالك بعض المشاريع المشبوهة من خلال بعض الموظفين الموجودين في لبنان مع الأسف الشديد،
ولهم امتيازات إدارية مخيفة جدا مخالفة للقانون، كون يأخذون إجازة براتب لمدة سنوات ومفتوحة لمدة سنوات، ويقبعون في الإدارة المركزية، يقدمون ما سرب إلينا من دراسة حول إلغاء معهد سبلين على مرحلتين. المرحلة الأولى هو التعاقد مع جامعة محلية باسم هذه الجامعة المحلية تصدر الشهادات، ويتم الاستغناء عن هذا المعهد تدريجيا خلال فترة سنتين، أن كون أنه بيوفر من الأموال، بيوفر من مصاريف هذه المؤسسة. كلامك خطير جدا، وأتحمل مسؤولية ذلك، ولدي الوثائق اللازمة حول هذا الموضوع. هذا يؤدي إلى إلغاء المعهد، إلغاء الموظفين، إلغاء الجيل اللي له أثر منذ تأسيسه على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الوطنية. دم مسميات خطيرة جدا، وهنالك من تبرع أن يحاور السفارة، سفارة فلسطين في لبنان، من أجل الاستفادة من صندوق الرئيس أبو مازن حول موضوع دعم هذا المشروع. طبعا هذا المشروع لغاية الآن حسب معلوماتنا ومتابعتنا لم يعرض على إخوتنا في السفارة، لكن اضطررنا كشفه الآن، وهنالك بعض المسائل الأخرى سيتم كشفها كل في حينه للمركز أهمية. لن نسمح بأن يبقى فارغا، لن نسمح بأن يغلق المركز تحت أي مسمى من المسميات. فصائل العمل الوطني، اللجان الشعبية، المؤسسات، ونحن اتحاد العاملين محرك، لأنه لا نتحمل مسؤولية فقط لوحدنا، نحن محرك ونلتزم بالقرار الوطني الفلسطيني المتمسك برمزية واستمرار هذا المعهد. نعم. طيب حج رفعت، لما نسمع مثل هيدا الكلام كيف تتلقفون هذه المعلومات الخطيرة عن إقفال يمكن هيدا المعهد أو هاي الكلية تشكل متنفس للشعب الفلسطيني على مر أجيال، ويمكن خريجي هيدا المعهد كان لهم فضل على قطاعات اقتصادية وعلى دول عربية عديدة؟ طبعا الجميع اليوم على المحك بما في ذلك الأونروا أيضا. يعني نحن بشكل عام نعتبر أن الأونروا يجب أن تكون يعني هي جزء من المدافعين عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأن لا تكون على الحياد. هي معنية بموضوع اللاجئين منذ العام 48 بعد النكبة مباشرة كما قلت. لذلك مطلوب من الأونروا اليوم مواقف أكثر جدية وأكثر دعماً للاستمرار في تقديم الخدمات، وأن تمارس دورها أيضا في إقناع الدول المانحة. لكن إذا بقيت الأونروا تأخذ موقفا حياديا في هذه المعركة المصيرية بالنسبة لموضوع اللاجئين الفلسطينيين وحق عودة اللاجئين، فطبعا هناك تساؤلات كبيرة مطروحة، ليس فقط بما يتعلق بموضوع معهد سبلين كما تفضل أخي موسى، لكن هناك أيضا خطر على مصير الشعب الفلسطيني، اللاجئين الفلسطينيين بكل الخدمات. يعني اليوم نتحدث عن الصحة، لكن عن التعليم، لكن أيضا هناك مجالات أخرى كالصحة والمساعدات الاجتماعية وغيرها. طبعا يعني المعركة اليوم، معركة الأونروا، بقاء الأونروا هي معركة يجب أن يشارك فيها كل المخلصين للشعب الفلسطيني وكل المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني واللاجئين بالعودة إلى أرضهم. نعم. طيب حاج عفوا، بهذا الإطار يعني شعرنا أنه بالأردن كان في تحرك لوزراء لنواب جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ضد تقليصات خدمات الأونروا. هذا المشهد ما شفناه كتير بلبنان، يعني شعرنا أنه كما بمحطات سابقة الشعب الفلسطيني وحدنا. نعم. يعني في لبنان طبعا هناك حراك شعبي جماهيري واسع على مستوى المخيمات والمناطق، حصلت اتصالات على المستوى السياسي الأول يعني في لبنان، وجود أخونا عزام الأحمد مع السفارة، طبعا مع رئيس الوزارة،
أيضا مع رئيس مجلس النواب، وطبعا طلب يعني من الهيئات الأولى أو الرئاسات الأولى بالتواصل مع المجتمع الدولي والدول المانحة لتحريك هذا الموضوع، لأنه واضح أن هناك نوع من التلكؤ أو التخاذل أو التراجع، لأن هناك واضح قرار أمريكي وقرار إسرائيلي بعدم إعادة الخدمات للشعب الفلسطيني من أجل أن تتخلص إسرائيل من عدوها الأول. العدو الأول هو الأونروا كوكالة معنية باللاجئين الفلسطينيين. نعم. عندما تتخلص من الأونروا يصبح التخلص من موضوع اللاجئين سهلا. لذلك إسرائيل تعمل ضمن خطة، وللأسف أن الدول المانحة تستجيب يعني بشكل أو بآخر كما هو واضح لهذا المطلب الإسرائيلي. طبعا هذا المطلب الإسرائيلي ليس جديدا، يعني نحن نذكره منذ العام 55-56 عندما كانت هناك مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء، ويومها انتفض أهل غزة، قطاع غزة، بزعامة الشاعر معين بسيسو رحمة الله عليه طبعا، وكان هناك وقف لشعبنا لرفض عملية التوطين، طبعا التوطين من أجل التخلص من اللاجئين. إذن اليوم نفس المأساة، نفس المسلسل يتكرر لكن بشكل مفضوح أكثر، لأن الدول المانحة معروفة من هي. الدول العربية أيضا هي قادرة على دفع المبالغ المطلوبة، مبلغ زهير وأكثر مقارنة مع ما تدفع الدول العربية. طبعا طبعا يعني هناك سؤال وعلامة تعجب كبيرة، لماذا نترك وحدنا نحن كفلسطينيين اليوم في أحلك الظروف وفي يعني أصعب وأعقد الظروف الدولية والإقليمية والعربية وأيضا الفلسطينيين. طيب بهذا الإطار أستاذنا الكريم، لاحظنا الشعارات يلي انرفعت، كنتوا من أول المدافعين عن وكالة الأونروا وعدم شطبة، كذلك كنتوا بقلب التحركات والاحتجاجات بكل المناطق اللبنانية، هل بدأتم تقطفون ثمار هذه التحركات؟ واحد. اثنين، هل دقت ساعة الصفر؟ الدفاع عن الأونروا هو دفاع سياسي، دفاع عن حق اللاجئين. قرأنا من البداية أن الموضوع سياسي بامتياز، وبدأت الآن تترجم عمليا كيف هو سياسي وليس مالي. عندما يخرج الناطقون الرسميون للأونروا ويصرحون أن المشكلة ليست 100 مليون، المشكلة هي استدامة التمويل لخمس أو ست سنوات، بدأوا يضعون المعجزات المالية كأساس كغلاف لما يخططون لما ينفذون. أي المرحلة الأخرى يظنون أننا في الشارع وفي الحراك لا نفقه أو لا ننظر ماذا يفعلون في الغرق المغلقة. هنالك مخطط وضع لدمج وإلغاء مدارس بحجة تخفيف حوالي 500,000 دولار بلبنان، يعني تجاوزوا الخطوط الحمر وتجاوزوا المسلمات الوطنية. تحركنا هو وطني بامتياز، ومن ثم مطلبي لأهلنا أيضا بامتياز، ومستمرين بهذه التحركات. والآن عبر هذا التلفزيون الذي يعنينا أقول هذه المعلومات الخطيرة جدا من خلالكم. أدعي جميع مدراء الأقسام أن يأخذوا الدور الوطني وليس الدور الوظيفي، لأن القضية قضية وطنية بامتياز، ليس توفير أموال. كيف لي أن أوفر أموال وأقنع الدول المانحة ولدي خروقات متعددة؟ على سبيل المثال، المفوض العام جلب للبنان، لإقليم لبنان والأقاليم الأخرى، لكل إقليم 200,000 دولار لإجراء دورة كيفية التواصل للأطباء. يعني أنا بخلي عيادي من طبيب لأخذه على دورة بتكلفني خلال 5 أيام ضمن أوتيلات 200,000 دولار، والآن أنا دائما أقول أن هنالك عجز مالي. كيف لرئيسة برنامج التربية والتعليم في الأقاليم تجمع 200 من كوادر التعليم ضمن السفر والأوتيلات والمصاريف الباهظة
ونقول أن هنالك كيف نقنع الدول المانحة بأن هنالك لدينا عجز. نعم بدنا تسمحوا لنا والمشاهدين أنه نتوقف مع هيدي المشاهد من كلية سبلين وكذلك من أحد المظاهر الاحتجاجية بمنطقة صيدا. مشاهدينا ومنرحب بضيوفنا مجددا. حاجة شفناكم عنصر أساس بهذه المظاهر الاحتجاجية والتحركات يلي عم بتصير كفصائل عمل وطني، ما أهمية عدم استغلال هيدا العنوان والابتعاد عن الشخصانية من قبل بعض الفصائل؟ يعني معركة مصيرية أنا بعتبرها بالنسبة لشعبنا الفلسطيني في كل مناطق الشتات وفي الداخل أيضا. نعم يعني احنا اليوم يعني امام موقف يجب ان يحسم لصالح الشعب الفلسطيني، لصالح الأونروا، لصالح قضية اللاجئين. وعلينا ان لا ننسى ما يحاك وراء الكواليس، وعلينا ان لا ننسى ايضا وثيقة لينتسي. ولينتسي هو كان مستشار الأونروا في من سنة 2000 ل 2007، عنده وثيقة من اخطر الوثائق، وهي أي يعمل الآن على تنفيذها، لأنه في هذاك الوقت لم يتم تنفيذها لأسباب معينة. طبعا هذه الوثيقة واضحة كيف يتم التخلص من موضوع اللاجئين، يعني اللاجئ في أي منطقة يتم تجنيسه، وعندما يأخذ جنسية يبقى في بلده. هلا هذه الوثيقة يعاد بلورتها من جديد على هذه الأرضية. لذلك يعني اليوم يعني في هذا الخضم من الأحداث الدموية اللي بتحيط بالوطن العربي، أيضا الأحداث السياسية داخل الوضع الفلسطيني، ونحن نرى اليوم يعني أن هناك يعني انقسام فلسطيني، في هناك عدم مصالحة، أيضا هناك فصل ما بين قطاع غزة والضفة. إذن هذه مشاغل الآن شغلتنا بها إسرائيل. نحن نقول يعني أن ما يتعلق بموازنة الأونروا، ونطالب أيضا أن تكون موازنتها من ضمن هيئة الأمم المتحدة. طيب الجمعية العمومية، لما تقول الأمم المتحدة أن هناك احتمال إقفال 700 مدرسة، أليس هذا إدانة للأمم المتحدة وابتعادها كليا عن التفكير بضم الأونروا لها كميزانية ثابتة فيها؟ هذا يحتاج إلى رفع الصوت عربيا وإسلاميا. يعني القوة الصديقة اليوم للشعب الفلسطيني يجب أن يبرز دورها واضحا، وإلا فإننا يعني مضطرون أن نحط علامة استفهام. أنا أقول إذا كان هناك ضغط دولي على الأمم المتحدة، على الجمعية العمومية، وعلى مجلس الأمن خاصة، لأنه هو المعني بهذه القضية تحديدا، يعني من أجل إيجاد حل دائم لموضوع الأونروا، يعني أن لا تدفيع الشعب الفلسطيني هذا الثمن. نحن حقنا بعد 67 عام من النكبة ومن التشرد ومن العذاب والألم أن يكون لنا حق العودة دون أن نمر في مثل هذه المآزق
وهذه الاختناقات. نعم. طيب سؤال أخير حاج رفعت قبل ما انتقل لأستاذنا الكريم، هل تتخوفون أو يساوركم القلق من يمكن توسيع رقعة هذه التقليصات؟ يعني كان قال أستاذنا أنه يمكن هلأ عم بطل القطاع التربوي بعدين القطاع الصحي، يمكن السنة هيدي تأجل العام الدراسي شوي، السنة بعدها يتأخر أكثر. يعني الواقع يعني الموضوع ليس مالي كما قلت، يعني المهم هذا الاسم لإقفال هذه المؤسسة. طبعا يعني المهم الاسم كوكالة كأونروا أن يستبدل باسم آخر، يستبدل باسم آخر، وممكن أن تصبح ضمن المفوضية الدولية للاجئين. يعني يتم الاستغناء عن الأونروا اللي مرتبطة سياسيا بوجود الشعب الفلسطيني بمأساته، يعني أو التفكير بدفع أموال لكن ليس عن طريق الأونروا، يعني تعلموا خذوا مساعدات إلى آخره، لكن عن طريق دول تدفع أموال لكن ليس ضمن الأونروا، وهنا الخطر الكبير. نعم أستاذنا الكريم، بظل كل يلي عم نشهده، هل كان هناك تأخر يمكن أخذ عليكم أنه تأخرتوا برفع الصوت كاتحاد موظفي الأونروا؟ إحنا لم نتأخر. نعم. لأن كنا بأروقة الاجتماعات نعترض، وبالحوارات كنا الحجة بالحجة منذ أكثر من 6 أشهر، وضعنا الإخوان وفصائل العمل الوطني بصورة ما يحاك والنقاشات، وكنا نعتقد أن الأونروا لا يمكن أن تقدم على أخذ قرار عنصري أو قرارات عنصرية. هل الأمم المتحدة من ترعى حقوق الإنسان وتتغنى وتتشدق وبمدرائها وبمفوضها وبفريق عمله يتجرأ على حرمان 500,000 طالب فلسطيني من حقه الإنساني في التعلم؟ هل هذه الأسئلة كنا عندما نجلس ونتحاور كانت في ذهننا أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تقدم على هذا القرار العنصري مهما كان الثمن؟ لكن فعلا عندما وجدنا أن هناك الخطوات العملية بدأت والتجار المحليين يسوقون ويتهجمون على الاتحادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحجة أن هذه الاتحادات لا تحمل إلا أجندة فقط للانتخابات أو ما أشبه بالانتخابات، الاتحادات لم تتحرك كردة فعل. عندما لمست ولديها الوثائق الكاملة بضرب القضية الوطنية الفلسطينية وقضية اللاجئين خصوصا وما تفضل به الحاج رفعت، عندما لمسناه بشكل واضح وأكيد كانت صرختنا، وكنا نقول من البداية نحن مع المفوض العام في جلب الأموال. لكن قرار المفوض العام العنصري أيضا الثاني هو إعلان إعطاء الإجازة، كوني كنت رئيس أقطار للأقطار الخمسة أرسلت له رسالة كيف يسمح للإدارة أن تعطي أحد ما إجازة مدفوعة لمدة 2 سنين وتعطيه الإمكانيات والتواصل ضمن مكتب من مكاتبه، علما أيضا تدخلت هذه الإدارة في السابق عبر وزير خارجية من خارجيات العدو الصهيوني وسمحت للإكس أن يدخل إلى فلسطين عبر مطار اللد من أجل إحباط حراك اتحاد الضفة الغربية في ذلك الوقت. وهذا مؤشرات خطيرة جدا، ولكن هنالك الخطوات العملية اللي على الأرض ستضرب الصحة 15%، وهذا حكي دقيق جدا، ستضرب التعليم. إذا المفوض العام حكى عن التعليم أو قال أنه 50 طالب، إذن كل برامج الدعم اللي نحن الآن أطلقنا عليها برامج للنهب وليس للدعم بالتعليم لأنها لمكاسب مالية معينة، أين الدعم إذا بيكون هنالك بالصف 50؟ ودمج المدارس، وستبدأ هذا الدمج وضربه في مناطق الجنوب أولا، سيصل عدد الطلاب إلى 62 طالب إذا قدر لهذه الخطة أن تسير. هناك تسربات عن الثانوي، عن قسم الصحة، عن أطباء الأسنان. لغاية الآن نحن بحاجة إلى حراك أوسع، بحراك إلى تصدي أكثر، بحراك أفضل، وسنحبط كل المخططات
التي تسوقها التجار بإذن الله. إن شاء الله. نحن مشهد مقلق مقبلين عليه، نتمنى لكم كل التوفيق، وطبعا رح نكون عم نواكب تحركاتكم. الحاج رفعت شناعة أمين سر إقليم لبنان بحركة فتح، شكرا لك أخ موسى النمر رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد موظفي الأونروا، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا حلقتنا خلصت، كنا معكم بكلية سبلين بجبل لبنان، ملقانا بيتجدد الأسبوع الجاي، إلى اللقاء.